هل إلى أي مدى ممكن تنفع المحاولة دي؟ هل أنت شايف أنها محاولة تقربه أو خليه يتعامل مع اللوبي الصهيوني أو المتطرفين المسيحيين في أمريكا للضغط على الإدارة الأمريكية؟ هل دي هتنفع معاه فعلا؟ أنا شايف أنها تنفع، وهو في سبيل البقاء، حتى لو كان سيبقى ويعني حتى تهدأ الأمور. لكن العلامات اللي أنت استقيت منها أنه ممكن يعدي يفلت من هو من المهم. لأن الضغوط الدولية حاليا كلها ما هي إلا إدانات، وكل كلام ذاتي يتحدث عن أننا لا نستطيع أن نضر علاقتنا بالسعودية، لأن السعودية تعتبر ميزان للقوة في الشرق الأوسط. بس أمريكا قالت أنه لو تركيا طلعت تسجيلات قوية احنا هنتحرك، فهل تعتقد انه ممكن الضغط ده يجي بشكل غير مباشر على تركيا، وانه تركيا يعني تستجيب للضغط؟ هو تركيا قالت النهارده ان هي كل سلمت للسعودية التسجيلات، وسلمت لأمريكا وسلمت للسعودية النهارده، قالت ان هي سلمت للسعودية كمان التسجيلات، وهي بترى ان في جهاز فوقي هو اللي فوق الموضوع ده. لكن حتى الان الكلام ان محمد بن سلمان حتى وان جاء اخو احمد بن عبد العزيز الى السعوديه لنوع من ان يكون هناك شخص اخر بجانب الملك حتى تمر هذه الازمه والناس تنسى.